نتابع ردة الفعل من جماهير الأهلي والاتفاق. انا قبل المباراه توقعت وقلت لك هي بس انت يعني ما حاول لي 1-0 قلت لك 1-0 ومين بيجيب سبيستي جاني منها سبيستي جاني وبس ان شاء انا اول شيء هذه الفوز هذا الجمهور الاتفاقي وثاني شيء اهني اخوي حمد الحمد على الهدف الاول اللي يعني صراحه قتل الاهلاويه بس الحمد لله قدروا يرجعوا بس الحمد لله عاد يعني نهينا احنا الحمد لله صوت رايح المدرج الرابط احنا جالس الحمد لله على الفوز وبارك لجماهير الاتفاق اللي في الشرقية واللي في جدة وبارك لجميع الاتفاق عامة وبارك الإدارة وإن شاء الله النهائي إن شاء الله الكاس. أصعب لحظات المباراة صراحة يوم جاب عماد الحسيني هدف صدق جد كنت خايف من المباراة يعني الحمد لله يعني جيتنا من الشرقية وتعبنا وتركنا أهلنا وجينا عشان الاتفاق الحمد لله ما خيب الله ظننا ما قصروا الشباب والله انهم كفوا وفوا ان شاء الله باذن الواحد الاحد ما دام وصلوا النهائي بيحققون الكاس وان شاء الله باذن الواحد الاحد انا متاكد اتفاق لو وصل النهائي ذي المره ما راح يقدر الهلال على الاتفاق ذي المره باذن الواحد الاحد. الاهلي فريق مهما يتكلم وكل الناس تتكلم الاهلي فريق كبير وغصبا عن كل اي فريق في الدوري السعودي الاهلي اكبر فريق في الدوري السعودي واحسن فريق. سبب خساره الاهلي اليوم ما هي خساره هذه بالعكس هذا حظ بلنتي جاهم في الثواني الأخير وانتهى الموضوع. بالعكس اللعيبة ما قصروا بيض الله وجيهم وأتمنى هذه ما تكون نفسية وعامل نفسي عليهم وإن شاء الله يعوضونا في الدوري وفي الكاس واللعيبة أبطال وفدا جبين البطولة ذي براس جبين ونقول له فداك. الفريق قدم مستوى كبير أدى حقه الفريق هي غلطة من الدفاع جبين ما سوى شيء هي غلطة نهاية الدقائق قل تركيز من اللعيبة ومبروك الأهلي. أنا نبغى الدوري ما نبغى. أنا أقول هرد لك للأهلي إن شاء الله وقدامنا لسه الدوري وقدامنا كاس الملك والاهلي كبير وانا اقول كبير الاهلي كبير وحيبقى كبير وما يهزك الريح يا جبل. شكرا لزميل سمير صوفي. يعني بعد نهايه المباراه كويس ان احنا لحقنا نطلعها. ارجع لك زكي يعني في جماهير اتفاقيه عاشقه الان لاحظ انها من الشرقيه راحت جدة عشان تشوف المباراه لكن كل الاتفاقيه ما زالوا يستغربون هذا الغياب الجماهير الاتفاق وهو النادي العريق وين جماهير الاتفاق؟ والله يعني شوف احنا تكلمنا كثير بخصوص الجماهير الاتفاقيه حتى الاداره تكلمت كثير وعملت حلول بأن هي تخفض تذكرة الدخول في بعض المباريات لكن يعني الآن أنا أرى أن الجماهير في مباراة اليوم كان لا بأس فيه جمهور جيد أتوقع الاتفاق يحتاج إلى بطولة من بطولات المحلية ومن خلالها أكيد الجمهور راح يعني يعود ويؤازر النادي بشكل أكبر خاصة أن الآن الفريق يملك نجوم نجوم كويس يعني كويسين بالنسبة للناحية الفنية أيضا كسمعة أيضا كنجوميه بين نجوم المملكه داخليا. طيب زكي اسالك حتى على مستوى اللعيبه الاجانب اسالك عن الاجانب كويسين فاتمنى ان شاء الله اسالك عن النهائي زكي يعني. بيكون صعب على الاتفاق مثل ما قال محمد. والله انا قلت لك اليوم احنا فزنا في المباراه وبصراحه من خلال ما تحدثت فيه انا قلت ان هناك اخطاء يجب على الجهاز الفني أن يتلافاها في مباراته مع الهلال خاصة أن الهلال يختلف كليا في أداء داخل الملعب عن نادي الأهلي. طيب. احنا نعرف الأهلي اليوم تأثر وأنا بصراحة يعني عدم وجود تيسير أيضا بالمينو اللاعب المحور شكل مشكلة بالنسبة للأهلي لأن الأهلي عنده مشكلة في دفاعه فقياب اثنين محاور أثر أداء لكن الاتفاق بنجومه وبلاعبينه وبالمجهود الكبير اللي قدموه قدروا أن يكسبوا هذه المباراة اللي هي تعتبر مباراة خروج مغلوب. طيب. ويعني بصراحة زي ما قلنا في البداية نقول هارد لك للأهلي المستوى جيد لكن الأهم هو الوصول إلى النهائي.